قال عنها صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. وقال عنها عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامج خالدات في التاريخ، ونأخذ اليوم شخصية مهمة وعظيمة كان لها الأثر العظيم خاصة في الأحاديث النبوية، وهي أميمة بنت صبيح أم أبي هريرة رضي الله عنه، الحافظ المجتهد الذي بلغ لهذه الأمة أكثر من 5300 حديث، فرضي الله عنهم أجمعين كيف خدم الإسلام بهذا الكم العظيم من الأحاديث حتى اشتهر رضي الله عنه وأرضاه بحفظه بالحديث. وكان بعض الناس يسأل كيف كان يحفظ الحديث أكثر من غيره، فقال: إن الأنصار والمهاجرين كانت لهم الزروع، فكانوا يهتمون بزروعهم، ولم يكن عندي شيء إلا مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا تبين لنا أهمية الشاب الطموح الذي يكون همه الدين، لأنه حافظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 5300 حديث. لما هاجر وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو وأمه، حينما هاجروا من اليمن وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يسمى الدوسي اليماني. من ذلك أميمة بنت صبيح ابن الحارث ابن سابي، قالوا ابن شابي، ابن أبي صعب ابن هنية، الدوسية اليمانية، هي والدة أبو هريرة رضي الله عنه المحدث الكبير. عبد الرحمن بن صخر الدوسي كان شقيقها سعيد ابن صريح خال أبي هريرة من أشد الناس. نشأ أبو هريرة رضي الله عنه حيث توفي والده وهو صغير، وعاش في كنف أمه ترعاه بالمال وكذلك بالعلم وكذلك في الدعاء وكذلك في الصحة. قال محمد ابن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر الخطاب رضي الله عنه دعاه ليستعمله، يجعله مسؤولا وواليا، فأبى أن يعمل له، فقال: أتكره العمل وقد طلبه من كان خيرا منك؟ قال: من؟ قال: يوسف ابن يعقوب النبي ابن النبي. فقال عمر: ألا قلت خمسا؟ أخشى أن أقول بغير علم، أو أقضي بغير حق، أو أيضرب أو يضرب ظهري ويشتم عرضي وينزع مالها. ومع صحابية الجليلة أميمة بنت الحارث، أو أميمة بنت صبيح ابن الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وهي والدة الصحابي الجليل أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. هي أميمة بنت صبيح أو صفيح ابن الحارث ابن أوس، وهي دوسية من قبيلة دوس، من قبيلة الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. هذا الصحابي الجليل أسلم بعد العام السابع للهجرة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يقول أن الناس ينشغلون بزروعهم وأموالهم، وكنت متفرغ لسماع الحديث عند رسول الله، حتى أنه يقول في يوم من الأيام أنه صرع من شدة الجوع، فجاء رجل من الصحابة وقرأ عليه يظن أنه فيه مس، يقول: وليس فيني مس إلا شدة الجوع. فكان مكافح رضي الله عنه، وكان بارا بأمه أميمة رضي الله عنها. فكانت أميمة في بداية الأمر كلما دعاها أبو هريرة رضي الله عنه إلى الإسلام ما تجيب، حتى أنه من كثر ما دعاها أغلظت له القول وتكلمت في رسول الله، يقول: حتى أسمعتني في رسول الله ما لا يرضيني. يقول: فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي،
فقال: ما بك يا أبا هريرة؟ فقال: يا رسول الله، دعوت أمي إلى الإسلام فأسبعتني فيك ما لا يرضيني، فادعو الله لها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي بكاء شديدا، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام، فتأبى علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما بعد ذلك؟ فقال: يا رسول الله، ادعو لأمي حتى يهديها الله عز وجل وتكون ثمرة في الإسلام والمسلمين. فيقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قال: وما علمك؟ يقول له أحد جلسائه: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرهه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول: فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت نظرت إلى الباب فإذا هو مجاف أي مغلق، فسمعت أمي خشف نعلي أي صوت نعلي وقربي من الباب، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء كأن يعني حركة ماء في الداخل، فاغتسلت ثم لبست درعها أي ثوبها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلما شهدت بذلك سر أبو هريرة وفرح بذلك، فرجع يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر العظيم. كيف استجاب الله عز وجل دعاء نبيه بهذه السرعة وهدى الله قلبها إلى الإسلام؟ وهنا نقف وقفة مهمة، وهو أنه على الإنسان ألا ييأس مهما كان الذي أمامه، لا تيأس من دعوته. وأبو هريرة مع أن النبي دعاه إلا أنه استزاد من الخير، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى الناس ويحبب الناس إلينا. فرفع يديه النبي مرة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما كان يقول لا أبدا ولا يرد أحدا، رفع يديه فقال: اللهم اهدي، فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى الناس وحببهم إلى الناس، يعني الناس يحبونهم وهم يحبون الناس. وهذا لا نزال نجد أثر هذه الدعوة إلى يومنا هذا. فتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فحمد الله عز وجل وقال: خيرا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه مثالا يحتذى به في مجال الجود والكرم، وكذلك تعليمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله، قد استجاب الله دعوتك وهذه أم أبي هريرة. فحمد الله أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خيرا. فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبدك يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهما المؤمنين. يقول أبو هريرة: فما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فانظروا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البيت الطيب المبارك، وبركة هذه الأم بأن أنجبت لنا
هذا الصحابي الجليل الذي حوى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى لنا أكثر من 4000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أميمة بنت صبيح أم أبي هريرة رضي الله عنه، ورضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.